انا عايز ارجع بسرعه للواد احمد قبل ما الفقره بتاعتنا تخلص على مساله ابدا قطعا تقدر توصل لكل القاعده الصناعيه المصريه، لكن هيبقى في عندي انا بقى السؤال، هل القواعد الصناعيه المصريه في حاجات مملوكه للدوله؟ طب دي سهله هنتعامل معها، لكن القطاع الخاص من الوارد، بالمناسبه حتى ساعات في حاجات مملوكه للدوله، هيبقى في مقاومه. يعني انا عايز ارقمنك، انا عايز اطور البنيه التكنولوجيه بتاعتك، فهتحصل مقاومة، هي مقاومة تلقائية، يعني مش بغرض عدائي، هو جديد ارجع احنا شغالين زي الفل. احنا بنقول دايما حتى في كل مباحثاتنا في الاول مع الشباب، يعني كنا بنقول ان التغيير علم، التشينج مانجمنت ده علم طبعا. ففي ناس في الاول هتيجي وتستبق وتقول انا عايز اجرب الحاجة الجديدة، فهتستفيد بكل المميزات بتاعه الايرلي موفرز، الناس اللي هتسجل في الاول، اذا كان بقى هيتم في يحصل لهم مع المبادره دعم اللي احنا بنقدمه اوريدي من خلال قطاع دعم الصناعه عندنا، حاجات بقى كل المشاكل اللي بتواجههم من ترفيق، من ترخيص، من زياده مساحات، من الحصول على اراضي صناعيه، او اذا كان حد عايز يقول انا عايز اخش في شراكه مع ابدا، لا احنا هيبقى عندنا سيستم معين للاداره، انت يو هاف تو كومبلاي عشان يعني اشترك في السيستم ده وخد كل المميزات اللي احنا نقدر نوفرها. احنا كمان بالمناسبه الاسعار اللي احنا هنبقى بنطرح بيها المنتجات الرقميه دي هتكون كومبيتيتيف جدا جدا بالنسبه للسوق، هتكون مدعمه بشكل كبير قوي مبادره ابدا. النقطه اللي احنا بنتكلم عشان المستثمر هيجي يقول لك انت كده هتزود لي في حساب التكلفه بتاعتي، وبالتالي انا هحمل ده على المنتج. بالعكس، ده هيبقى اقل بكتير كمان من ان هو يعني احنا في السايكل اللي احنا درسناها كويس الحمد لله، احنا متخيلين نمط استخدام كل منتج من المنتجات الرقميه اللي احنا هنعمله دول شكله عامل ازاي، انا متارجت العملاء دول مستوى تعليمهم عامل ازاي، مستوى الصناعات بتاعتهم عامل ازاي، مستوى الدوشه اللي في المصنع، يعني من اول الوان الزراير اللي موجوده في الابلكيشن لحد طريقه الفانكشنز وازاي الحسابات بتتم عشان الصناعه المعينه دي، او عشان نعمل اوبتمايزيشن او نعمل تحسين لعمليه الانتاج على خط الانتاج اللي جوه المصنع، كل ده مدروس ومعمول حسابه، والحمد لله الشباب ما قصروش، يعني كلهم جوجل سيرتيفايد وعندهم يعني هي دي الكفاءات المصريه اللي احنا بنتكلم عنها. واحنا بنتكلم عن التحول الرقمي، احنا عندنا الكاليبرز اللي موجوده اوريدي، ومصر اكيد تستحق مستوى خدمه اكتر احسن بكتير من المتوفر دلوقتي، هو ده اللي احنا عايزين نقدمه لكل المصريين، هو ده اللي احنا عايزين نقدمه لاي حد مهتم ان هو يستثمر في مصر ويستفيد بكل الحوافز اللي الدوله عاملاها للاستثمار. يا فرحة قلبي بيكوا، أنا بكلمكم بأمانة يعني بجد.